مرحبا. اليوم نشوف وايت نايت. وايت نايت ادفنتشر جيم من اكتيفيجن. صدق ولا تصدق هي نفس الشركه اللي عامله كول اوف ديوتي او الببلشر تبع كول اوف ديوتي فعليا. الجيم هي هورر جيم. القصه بسنه الثلاثينات بامريكا ايام الركود الاقتصادي اللي صار عندهم. والفكره انك انت واحد بصير معه احد السياره وبيفوت على بيت، والبيت هذا مسكون وبده يكتشف شو في بهالبيت وشلون بده يطلع الى اخره، او ويضل عايش بهالليله. يعني هلا في شغله مهمه كتير. اليوم 14 الشهر او 13 الشهر العربي، شايفين هون القمر هذا كامل. فعليا القمر هون حيطلع بالضبط مثل ما هو بالطبيعه. شو الفائده منه؟ هاد يقال في، انا اللي بعرفه اكيد انه في اتشيفمنتس ما بتنفتح الا اذا القمر كامل، ويقال انه في اشياء بتصير بالبيت لما يكون القمر فل، بس ماني متاكد. فممكن اذا بتحبوا تدوروا عليها وتشوفوا هو بيصير. المهم شو كيف الجيم؟ الجيم هو انت هذا الشخصيه العجيبه. اول شيء هذا الشخص، اول شيء مثل ما كنا نحصيل اللعبه ابيض واسود. على الاخير ابيض واسود، ما في ابدا الوان نهائيا. الشيء الابيض اللي هو الضاوي، الشيء الاسود اللي هو الشادوز يعني الظلال. وبدك تقعد تدور بهذا البيت على الاشياء اللي شو صاير الى اخره. هلا لكن انا مثلا ماشي بالعتمه، انا ماشي عارف انا وين رايح لانه مجرب العين. هو مثلا ماني شايف شيء، فراح اعمله هو نحش على الضوء. معي ماتشز، في معي 12 ماتش، هلا في بيان 9. هدول مثل الريسورس تبعك اللي ممكن يخلص، يعني اذا خلص ال بخلص بتصير بالعتمه وممكن يطلعوا لك الاشباح ويجيبوا اجرك يعني. تمام. فهلا اللعبه عباره عن بتصير تستعمل الاشياء. هلا هون معي سكاكين فور سم ريزن، بس العب اللعبه حتعرف انه في السكاكين هدول بدك تحطهم بال محلهم بال قال بيقول لك اي نيد بوث هاند. فانا رح اعمله، رح طفي هاي ورح احط السكينه بعين البنت. تمام. الجيم الابيض والاسود تبعها حلو، لكن كمان بنفس الوقت صحيح هو عامل شيء باللعبه انه بتصير صعبه كذا، بس كمان بتصير بتضيع. ففعليا بدك تصير تحفظ وتعرف مكانك مزبوط، لانه على الكبريته ما حيكفي، رح تضيع بس يعني رح تتبهدل. تمام. هذا هون في عندي كمان سكينه ثانيه رح احطها. اها. وفيها فويس اكتنج خفيف، يعني هلا هون كاتبين تحت كلام، بس هذا فعليا انه هي الافكار اللي براسه، بس هو فعليا مرات بيحكي. يعني ما بعرف ليش انه مو كله عم يحكي، بس ما له قضيه. هلا انا حروح لهنيك. طبعا هذا الجزء لحد هون انا بعرف، بعد هذا ما بعرف شو عم بيصير. مهم. طيب اللعبه البازلز تبعها عاديه كتير. مرات ما بعرف شو اللي مطلوب بالضبط. يعني في مرة كمان اضطريت اني روح افتح جايد بصراحة على النت لحتى افهم شو بده، بعدين عرفت شو الفكرة. فهدول البازلز ماشي حالهم. فكرة الالوان كشكل حلوة، بس كجيم بلاي عم تعمل لي مشكلة انه انا عم حس حالي ضايع اول شيء. بعدين الكنترولز، هلا انا مثلا ماشي هيك اوكي، وشلت ايدي من على الكيبورد ورحت حطيت يمين راح الف يمين. هي مشكلة خاصة لما تكون عم تهرب من اشباح. يعني مثلا هلا انا عم بركض هيك ماشي، وهلا حابب مثلا اني لف لفوق. بدك تنتبه انك عم تلف مزبوط، يعني انت خلص حاسب حسابك انك ماشي دغري، بعدين رحت مشيت يسار او يمين. هلا هون مثلا انا ضعت، مع انه كان المفروض ارجع مثل ما كنت. تمام. فانت حاسب حسابك عم تتجه باتجاه معين وفجأة هيك لفيت وخلص بتضيع. فبدك تدير بالك مع شغلة انه عتمة، ومع عتمة الوضع بصير كتير سيء. اوكي. هلا هون مثلا هذا الكتاب، هون ما بعرف شو حيصير.
غير هيك الجو تبعها حلو، هي لعبة رعب يعني بالأخير، شيء له علاقة بقاتل واحد قتل البنات ومدري شو، في أشباح بالبنات بالبيت والقصص هاي. It's a nice. The press clippings were all referring to the Black Lake Wolf. الفكرة تبعها حلوة. Some serial killer going after women in the area. في ستايل. ريك بس هذا تشوف الضوء إذا شغال ولا لا. Didn't the wire is probably unplugged. ندور على الكابل نحطه بالحيط. نشوفه وين رايح. هذا وين رايح؟ رايح هيك. في هون كبريت على الطاولة. ليكو يا حبيبي بنفوت على غير باب. طيب بلاها هلا. هون مثلا هذا كبريت فيك تاخده وتصير تستعمله. هون 8 حتاخذ الاربعة وتخلي الباقي، ما بيروحوا كلهم. هذا شيء كويس. اما غير هيك ما في شيء احكيه اكثر عن الجيم، غير انه يعني اتس انترستنج. وسعره مو غالي كثير يعني، اذا حابب تشتريها خاصة هلا في سيل جاي على الطريق. ف يعني it's something nice to pick up. مو غلط اذا انت بتحب هذا النوع. هاي شبح لقطني دغري. هلا بقى بدي عيد كل الحكي هذا من عند الكنبة. ما فيها تشيك بوينتس، هذا الشيء البايخ التاني فيها. المهم هاي هي وايت نايت للي بحب هيك العاب. اذا انت مستعد تتحمل القضية والكذا والهذا اتس نايس يعني، ممكن تعجبك. انا 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 يعني عم بلعبها ماشي حالة. بعدين في شغلة حلوة بالجيم، بيانو تمام. كل البتنز بتعمل الاصوات. المهم هي وايت نايت، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ونشوفكم بعدين. سلام.